سنين وانا علي قل الابو اندفاع بويا راح وخلاني يتيمك يا علي وقاعد يقول الإمام الحسين هم راح لأبو محمد يقول له يا أخو يا فدوة أروح لك أنا قلبي ما يتحمل. يقول واحد شو بقول له وبدأوا يبكون. هذا الرجل رفع رأسه قال أقسمت عليكما بحق أبيكما إلا تأخذون القبر. قالوا قبره مخفي مري ذولا معاوية وجلاوزة الملاعين ينبشون القبر. قال أقسمت عليكم بعلي. قالوا صار أخذوا مني ده وطلعوا وراحوا.